السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عمي المايلي إكس زائد سبعة في اثنان إكس زائد ثلاثة ناقص إكس زائد سبعة في إكس زائد واحد. مباشرة نلاحظ أن إكس زائد سبعة هو العامل المشترك. لا ننسى أن القاعدة تقول أ في بي ناقص أ في سي تساوي أ في بي ناقص سي. هذا ما سنطبقه هنا، أو العكس، أ في بي زائد أ في سي تساوي أ في بي زائد سي، كلاهما صحيح. الآن سنعمل بإكس زائد سبعة، لأنها توجد في هذا الحد وتوجد في هذا الحد. نكتب تساوي إكس زائد سبعة هو العامل المشترك، معقوفة قوس إكس زائد سبعة في ماذا؟ في اثنان إكس زائد ثلاثة، في اثنان إكس زائد ثلاثة، إكس زائد سبعة في اثنان إكس زائد ثلاثة، إكس زائد سبعة في اثنان إكس زائد ثلاثة، ناقص إكس زائد سبعة في ماذا؟ في إكس زائد واحد، إكس زائد سبعة في اثنان إكس زائد ثلاثة، هي هذه الكتابة. ناقص إكس زائد سبعة في إكس زائد واحد، إكس زائد سبعة في إكس زائد واحد. الآن أحسب ما بداخل المعقوفتين وأزيل الأقواس. إكس زائد سبعة، أحتفظ بالمعقوفتين، أزيل الأقواس، اثنان إكس زائد ثلاثة. إذا أزلت الأقواس ناقص إكس، ناقص إكس، ناقص في واحد، ناقص واحد. أتابع، إكس زائد سبعة. الآن أعيد الأقواس، اثنان إكس ناقص إكس، إكس زائد ثلاثة ناقص واحد زائد اثنان. الآن عملت الكتابة، إكس زائد سبعة في اثنان إكس زائد ثلاثة ناقص إكس زائد سبعة في إكس زائد واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.